انا زلمه معقد معقد من كل شيء، من اصحابي، من عائلتي، من مشاكل بتصير معي، معقد من امي. امي كانت تعمل لي على المدرسه عروس زعتر، تحط لي بندوره فيها وتلفها بكلينكس. قال شو الزعتر بفتح الذهن. امتين عرفت انه امي كذابه ما معهم مصاري، بس صار عمري 18 وبعدني بالسيزيان. الزعتر بفتح ذهن العالم ده انا بهيم. اما عندها مشكله بتلزق بالتلفزيون هي عم بتغير الكنالات، بليز حدا يقنعها فيها تغير من ورا، البطاريات بيمشوا. وبليز حدا يقول لها انه مش كل ما بتغير بدها تعمل هيك. كل الاصابع بمشوا الريموت كنترول. اما عندها مشكله كل شيء رياضه بلبنان وبالعالم اسمه الحكمه. حكمة هذيك مرة عم بحضر سبور انا وياها. مين هذا حبيبي حكمة؟ لما لا هو منتخب نيجيريا بالفوتبول. يا عمي هذا حكمة يا عمي، معقول 11 لعيب اسود، كوتش اسود، جمهور كوتش، مين عضلاتهم هيك؟ مش بولس بشارة هيدا؟ لا امي هيدي الطابة. نيشان عامل بروجرام على رمضان اسمه انا والعسل. ما شو بقى عم يصير وز اكثر سنه عن سنه، يعني ما عم بفهم انا، عم بوز اكثر وعم يصير نوري. انه على الام تي في كمان الشاشه اللي كلنا بنلاقيها كلاش وفرنسي انا والعسل. انه لو هيدا على رمضان شو كان اسمه؟ اني والقشطه. تكون وزوز لازم تقص شعراتك على الطاسة، ولازم الطاسة تقص شعراتها على راسك. ما فهمت شو قلت، بس هي قلت كون حبيتوها. نوزوز.